فدخلت اول يوم التصوير وانا لابس لبس بتاع الشغل، وهو المفروض ده المشهد ده هم موجودين فيه، وفي اطفال صغيره كتير قاعدين بياكلوا وانا بحط لهم الاكل، واستاذه ليلى. اول ما دخلت ما كنتش عارف ان ليلى معانا، استاذه ليلى عايزه العرب. طبعا دخلت، اول ما دخلت شفتها استريحت جدا، وقلبي يعني خبطاته بدات تهدى شويه، لغايه ما انا واقف كده، انا واقف طبعا واخد وضع التصوير كده ومستني ومليش دعوه بحد، انا هركز جامد قوي تركيز جامد. فلقيت حد بيقول لي من ورايا كده ويلكم ابورد مان. اوه ويلكم ابورد مان دي انا اتخضيت. انا عارف الصوت ده. ايوه ويلكم ابورد مان. فبص كده كل حاجه عنده فاهمه تهز كده بيسلم، تحس اني بطلع من على الارض وانزل. بس كان يوم لذيذ يعني.